اوكي شباب، وصلنا بيت مصطفى جيم اوفر. خلينا وخلي اهدافيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوكم شباب ان شاء الله بخير، وياكم احمد اي ار. رجعت لكم في مقطع جديد في هذا الفيديو شباب، مقلب ماينكرافت، في مقلب في بيت مصطفى جيم اوفر في سيرفر اراكرافت الموسم الثاني. اول شخص بالسيرفر يسوي مقلب. طبعا شباب، مقلب عبارة عن تفجير بيت مصطفى جيم اوفر. هسه قاعد احمد وات ذا هيل جاي تسوي؟ تفجر البيت وهو سوى بناء بعد ما مخلص؟ لا، انا ما راح افجر البيت، راح اسوي شغلة حلوة. انا اقول لكم شنو راح اجيب واحدة اثنين ثلاثة، واحدة اثنين ثلاثة اربعة هيجي. راح احط هنا ثلاثة، راح اسويها اربعة هيج، اوكي. راح احطها بالبيت، اسوي اربع سوالف من هيج احطها هيج، اوكي. وراح احط هذا اكسره طبعا، اي. راح احط هنا اوكي بالبيت اكو اربع ثلاثة سوالف من هاي المربع، واحدة اثنين ثلاثة. هو اخليه يدخل للبيت، يدوس واحدة من ذني الشغلتين، يدوس هاي الدقمة او يدوس هاي الدقمة او يدوس هاي الدقمة. اذا غلط بوحدة راح تنفجر تي ان تي، تي ان تي هنا انا محطوط تي ان تي، وراح ينفجر بالبيت، وراح ما ادري شو يصير، راح ينفجر. المهم ان تي ان تي ينفجر. لكن اذا لقى وحدة انا حاط بيها صندوق، وهذا الصندوق بي دايموند، شقد دايموند؟ ثلاثة، ثلاثة دايموند واثنين ستيك ووحدة ثلاثة لابسة زول. يا سقي احمد وات ايش تسوي؟ تميل لك دايموند اصلا، ما عندك موارد. شباب انا طبيت ويا مصطفى بكهف، لقينا دايموند، انا لقيت دايموند بشكل خرافي، لقيت 24 دايموند. اوكي اوكي اتوقع هسه بعدني ملقلق. اوكي انا لقيت 24 دايموند، ومصطفى لقيت 6 ما ادري ايش قد، وانا لقيت 24. فرحت طورتهم، طلع لي لابز باللابزوز اللي طورتهم، طلع لي البريكنج 3 اي في، فطورت دمجته ويا الاي في اللي عندي، صار عندي ايفن سي في. وانا وطورت بعد ايش طلع لي؟ طلع لي فورتشن، فورتشن 3 شباب، فورتشن 3، تخيل فورتشن 3. دخلت كهف هنا شباب جو، ولقيت دايموند تقريبا يمكن 13 او 14، انا باقي منك 17، ومن ال 13 او من ال 15 اللي لقيتها من الفورتشن شباب دبلها، يعني كل وحده دبلها 3 4 2، فصار عندي شباب 61 دايموند. هولي شيت، 61 دايموند، هاي من غير الريدستون اللي تدبل، من غير الفحم اللي تدبل، من غير الايرون اللي لقيته هواي بالكيف. طبعا هواي لقيت، يعني هواي حفارت، بس لقيت هذا الدايموند الخرافي. هاي المواد الخرافيه شباب، انا حاليا اطنخ شخص بالسيرفر، اطنخ شخص بالسيرفر. يعني هسه انا حسوي لي هسه دروع دايموند، مو هسه، اسويها بعدين. دقيقه خليني البس بوتس، خليني البس البوس. هسه انا ايرون فول ايرون ارمر. فخليني شباب اروح البيت مصطفى، خليني بالبدايه انه اسوي التي ان تي. انا عندي 9 احتاج لوحده، فاتوقع انه بيت مصطفى راح القى، فاحتاج احتاج فلنت 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 فلنت. هاي اللي عندي وحده فلنت، حلو على مود، او لا ما احتاج فلنت على مود افجرها، خلي اخذ وحده، ما ادري يجوز احتاج يجوز لا. راح احتاج بستن. فتقول احمد شو تسوي بالبستن؟ انا اقول لك شو تسوي بالبستن. احتاج هيك، احتاج هنا حجر، حلو، واحتاج هنا ايرون، واحتاج هنا وحده. اوكي صار عندنا بستن، صار عندنا بستن، حلو. احتاج 3 دقم، وهالدقمه دقمتين 3 دقم، حلو شباب خلصنا. فخلينا ننطلق، طبعا البيت بعد ما مشتغله. فا اوكي عندي سرير، اخاف تصير الدنيا لي على مود انام. فخلينا ننطلق الى بيت مصطفى جيم اوفر. اوكي اوكي شباب، وصلنا بيت مصطفى جيم اوفر. خلينا وخلي اهدافيات.
وصلت. اوكي، خلينا اخر صمون على مود ابدي اشتغل بالبيت. اوكي، دخلنا البيت. طبعا هم زين البيت مرتبه لي على مود استخدم فيه المقلب. اوكي، راح ابدي احط الكابل ستون. احتاج طبعا، هو اتوقع عنده صناديق، اريد لي وحده من هذا اللي، لا مو من هاي، لا 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 مو هاي، هاي اي عنده وحده. الحمد لله الحمد لله عنده وحده. هولي شيت. اوكي، راح احط هنا. اوكي، وحده اثنين ثلاثه، وحده اثنين ثلاثه اربعه. حلو حلو. اوكي، وما يحتاج شباب، اتوقع بس ثلاثه، ثلاثه في ثلاثه اتوقع هيك راح يكون. اوكي، راح احط هنا، ما ادري احط تي ان تي الاولى، انا راح احطها بس طبعا ما راح اراويكم، لازم انتم تروحون بالفيديو مال مصطفى هو يستكشفها وتشوفوها وياه. انا راح احطها هنا، هو بعد يدوسها ويشوف الحظ ماله. هولي شيت. اوكي، ما عندي كابل ستون، احتاج منك كابل ستون. راح اخذ منك مصطفى كابل ستون. اي ام سوري، كابل ستون كابل ستون ابو الصوف، هذا كابل ستون طين ستار. حلو 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 حلو، نايس 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 نايس. اوكي، راح احطه هنا. هو الدقمه وين راح تكون؟ الدقمه شباب راح تكون هنا، ودقمه هنا، ودقمه هنا. ثلاث شغلات، وحده من عندهم راح يكون بيها الدايموند، وواحده من عندهم ما راح يكون بيها. طبعا شباب هسه تقولون اوه نسيت اجيب الدايموند، اتوقع عنده دايموند لو لا، انا حاقب منه كل شيء. عنده دايموند لو لا؟ دايموند ابو الصوف، شكلك ما عندك دايموند. اوكي، انا حرتب اجيب دايموند واحطها هنا. فطبعا شو شباب تقولوا لي احمد شلون راح تحط الدايموند هنا؟ انا حق لكم شباب، اول شيء اجيب صندوق، عنده هو شو اسمه، حط بس اجيب الصندوق، خل اسوي صندوق. حلو، اوكي اسوي صندوق. حلو حلو، احط الصندوق ببطن هذا، واجيب اجيب الدايموند. نفترض انه هذا البون ميت دايموند، احط الدايموند هيج، واحط ستيكات هنا اثنين، واحط وياه ثلاثة لابزة زولي هيك، راح احطه بالصندوق. هو راح يفتح الصندوق شباب، راح يلقى هيك موجودات الدايموند البون ميل هذا او البون، وثلاثة لابزة زولي وثلاثة. اوكي، فهو بعد حسب هو وحظه، فطبعا خليني اخذ هذا. فشباب راح اسويها خلف الكواليس على مود لا حد يروح، على مود ما اريد اغشش مصطفى. فاوكي، شباب اجت لي فكرة ايضا، راح احط وحدة بس تي ان تي، وحدة تي ان تي، او مو هذا تي ان تي، جوز مو هو، احط وحدة تي ان تي والثانية فارغة والثالثة بيها الدامود، فهو بعد يروح ينقذ البيت ماله. فاكيد شباب راح يدوس الدقمة، اكيد راح يدوس الدقمة، واذا ما كون ما يغش، ذاك اليوم سويت له مقلب غش، هالمرة ما اريد يغش. اوكي، فالمهم اسوي لكم، اسويها وارجع لكم. اوكي شباب، خلصت المقلب، راح يكون شباب المقلب هيجي، راح يطب مصطفى للبيت، راح يقول هو شنو هاي ثلاثة، شو راح اسوي؟ اخاف يدوس هاي، يدوس هاي، يدوس هاي، ما ادري. وحدة بينهم بيها التي ان تي، والثانية بيها ال شو اسمه، بيها الصندوق، والثالثة ما بيها شيء. فانت يا طويل العمر راح تشوف، انت راح تروح قناة مصطفى تقول له بيتك في خطأ، فهو ايش راح يسوي؟ راح يدخل الفيديو وراح يشوف هل بيته راح ينفجر لولا، حسب هو وحظه بعد شباب. انا ما علي، انا راح احط له دايموند يعني، فاذا فجر بيته راح يصلحه، بس ايضا تجي له دايموند بكل حالات. فالمهم يا شباب خلينا ننهي الفيديو، متحمس انا، متحمس راح يصير وياه. المهم يا شباب، وصلت الحلقة من مقلب في مصطفى جيم
اوفر. فاذا عجبكم هاي الحلقه طقنا بلا خلينا نوصل 15,000 لايك، اللي متحمس يشوف ايش راح يصير بمصطفى في اول مقلب بالسيرفر. فالمهم اراكم قريبا، سي يو ليتر، في امان الله، مع السلامه. روحوا قولوا له بيتك في خطر.